أود أن أوجه هذه الكلمة القصيرة إلى أبنائي الطلبة، حيث أن الخبرة التي نمتلكها الواجب علينا أن ننقلها إلى أبنائنا الطلبة، وخاصة مع تغير الظروف والوقت، فهناك كثير من الأمور التي من الضروري جلب الانتباه إليها ومحاولة نقل الخبرات من جيل إلى جيل. الموضوع الذي سوف أتكلم عنه هو موضوع استغلال الوقت بالنسبة إلى الطلبة أو الشباب. من الضروري الإدراك بأن الوقت هو أثمن ما يملك الإنسان، أثمن من الأموال، لأن الوقت هو عمر الإنسان. فكل لحظة أو كل ساعة تمضي من الوقت بدون فائدة هي عبارة عن خسارة. كثير من الطلبة لا يدركون أهمية الوقت ويقضون أوقاتهم بشكل غير مفيد، مما ينعكس على تقدمهم العلمي وعلى معرفتهم وعلى نتائج دراساتهم، بل وعلى مستقبلهم العملي في بعد التخرج. من الضروري إدراك أنه التنظيم مهم جدا في الوصول إلى نتائج، فعلى الطالب أن يخطط لوقته بالمقارنة مع ما عليه من أعباء دراسية وما عليه من واجبات مجتمعية، سواء كان لعائلته أو لأسرته أو لأمته. فتخطيط الوقت أمر ضروري جدا، والاهتمام به أمر ضروري. كيف نخطط للوقت؟ يجب أن يدرس الطالب ما عليه من واجبات خلال فصل معين أو خلال سنة معينة أو حتى خلال دراسته ككل. ماذا عليه من واجبات تجاه أسرته، تجاه نفسه، وكذلك تجاه دراسته ومستقبله. في كثير من الأحيان يقوم الطالب أو الشاب بنسيان ما عليه من واجبات، ويركز على رغباته في الاستمتاع بتلك الساعات. هذه تمضي مع مضي الوقت وتختزل الوقت، وبالتالي لا يبقى هناك مجال للاهتمام بالأمور الأهم. لذلك أنا لا أقول بأن على الطالب أن يركز فقط على دراسته، بل قد يكون لديه واجبات مجتمعية، واجبات أسرية، بل وحتى تطوير قابلياته البدنية من رياضة أو اهتمامات أخرى. كل هذا يمكن أن يتم في وقت واحد، وهو أن يخطط لكل واحد من هذه الأمور حسب ما تحتاج من وقت وبطريقة متوازنة، وأن يركز على العمل اليومي وليس تراكم العمل ليالي الامتحانات أو في وقت متأخر. من الضروري إدراك بأنه من بداية الفصل يجب على الطالب أن يقوم بالتحضير اليومي. مسألة التحضير اليومي مسألة مهمة جدا، لأنه إذا أردت أن تتعلم علم معين فهذا مجزأ على محاضرات متسلسلة. إذا أنت أهملت التحضير اليومي سوف تتراكم المادة،
المحاضرة الثانية تعتمد على المحاضرة الأولى، وبالتالي لا تفهم المحاضرة الثانية والثالثة بسبب عدم نضوج أو عدم فهم المادة المحاضرة الأولى بعمق. وبالتالي المراجعة بعد عدة أسابيع سوف لا تغني شيئا، سوف تكون عبارة عن مراجعة سطحية بدون فهم عميق. لذلك من الضروري المراجعة اليومية أو على الأقل أسبوعيا، يعني حينما تأخذ عدد من المحاضرات خلال الأسبوع ففي نهاية الأسبوع تراجع هذه المحاضرات وتحاول أن تهضمها بشكل استعدادا إلى الأسبوع الثاني مثلا. وكذلك الاهتمام بالمادة وليس بالعلامة. الاهتمام بالمادة قد لا يؤتي كله بسرعة، ولكن بعد أن تتخطى مرحلة معينة ستجد فائدة المرحلة السابقة التي أنت قمت باستغلال الوقت فيها، وبذلك تكون قد راكمت المعلومات بشكل مستمر. المسألة الأخرى المتعلقة بالوقت هو أن الوقت أثناء فترة الدراسة هو مهم جدا لحياتك العملية فيما بعد. قد لا تتعلم أو قد لا تستفيد من مادة معينة بعد تخرجك، ولكن على الأقل أنت تتعلم في الجامعة كيف تتعلم طيلة حياتك، لأن تراكم الخبرة وتدريب الإنسان على محاولة التعلم المستمر سوف يؤدي إلى أن يبقى المرء طالبا للعلم بعد تخرجه، وهذه ميزة مهمة جدا في الآونة الأخيرة بسبب التقدم الهائل في المعرفة. فما كان يتراكم في المعرفة في قرن بعد ذلك أصبح يتراكم في عقد، ثم الآن ما كان يتراكم في قرن يتراكم الآن في سنة واحدة. فأنت حينما تتخرج سوف تلاقي أمور لم تمر عليك في دراستك. إذا لم تستغل وقتك وتستمر في التعلم فسوف تجد نفسك متأخرا في عملك، وهذه بعض الأمور التي أود أن ينتبه إليها الشباب. وشكرا والسلام عليكم.